يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الإمام الجيلاني رحمه الله عن الاستواء وأنه استواء الذات على العرش بتخصيص الذات، هل هذا اللفظ صحيح؟ هذا رد، إيه نعم هذا صحيح، هذا رد على اللي يقولون أنه استيلاء، ما هم معناه أنه بذاته على العرش، ما هم يقولون ليس معناه أن الله بذاته على العرش، وإنما عليه استيلاؤه وملكه. نعم.